قصابي لا تغني، يعني ما تغني أو هذا، ولكن تستر الإنسان يعني. أحمد عبد الوهاب الحمود من كفرنبل ملحمة شاهول، كل عام وانت بخير وحياكم الله الأمثالي بالصحة والسلامة لكل عام. المهني محبوبي محبوبي، بس يعني تخلى قاعد لدى من الغش من هذا، انت منك يعني محبوبي قديم كثير، من 50 عام نحن نشتغل في اللحم. تعلمت عن والدي من انا صغير، يعني صغير كثير، كب القدوس واطلع لاتعلم، حبيت هالمهني وتعلمت، رغم انه انا ترى يعني موظف كنت، بس ضليت معلق في هالمهني لتقاعدت ولعلق، وعلمتها لولد واحد. هلا قام نشتغل نحن هون بالاجار، يعني ايش بالاجار؟ يعني بنذبحها بيها على الشخص بياخذها، بتبدا يعني نحن بنشتري له اياها، نحن بنكبر على الغنم الصبحيات على كلياتها، ونسمي نذبح نذبح له نسلمه اياها، بده اياها مفروم نفرمها، بده اياها في عظمها بنعطيها، بده اياها مشفيه مشفي له اياها، وبياخذها جاهزه. اول ما اجينا العالم تشتري بشكل كبير، كان معها مصاري وكل شيء، لكن هلق العالم قله مصاري فخف الطلب على اللحم. يعني المقتدر بضحي، المقتدر واللي 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 ما هو ماسك ايده، يعني هذا اللي بضحي، ولا في ناس مقتدرين ما بي يعني تروح للاقربون، الاقربون اولى بالمعروف، تروح اول شيء لصاحب الشخص بياخذ ثلث، والاقرباء ثلث ولو اغنياء، وللفقراء الثلث. طبعا الاضحيه بدها تكون خاله من العيوب، يعني لا هي عوره ولا هي عرجه ولا هي مريضه ولا هي هزيله، هاي شروط الاضحيه. مشروطه من دانها او هذا كامني، بس تكون لحم او مقصوص قرنه ما له علاقه. تجينا طلبيات وتجينا يعني مثلا شقف الكباب، اللي بيشتري من عندي واللي ما بيشتري من عندي بده يجي ياخذ الشقف الكباب من هون حصرا. اليوم اخوي في عفرين وانا هون، واحد كان في شيخ الحديد، كل واحد في مكان، اولادي متوزعين، السماعي على حد، لان متوزعين كلياتنا، كل واحد حسب شغله بقى في مكان تاني. كل عام وانت بخير يا قصابين الدانة والمحرر كليت. بتمنى الله سبحانه وتعالى يردنا لبلادنا، يردنا لكفرنبي، نرجع نعمرها، يعني ما بنعرف ايش صار فيها. والله نحن يوم اللي كنا هونيك كان الانتاج اكثر بالنسبه لنا، يعني بالنسبه لنا البيع اكثر، يعني انت بتجي على محل ما بتسلم، بدك تقف برا الله انا لك اللحم. ايه هوني يعني تعرف نحن كله نازحين، الشعب ثلاث ارباع نازح، يعني صعب. يعني اكيد اكيد انا مشتاق لكفرنبل، وكل العيال وكل اللي مثل حكايتي مشتاقين لبلادهم، ما هو بس انا، كل اللي هلا بيجوا هني بقصوا، كل واحد له قصته وله مأساته.